ولنقاش الملف اليمني والحديث عن انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن، ومنها أوامر الإعدام بحق الناشطات اليمنيات والهجمات على قاعدة العمد العسكرية، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من مدينة إسطنبول التركية الصحفي محمد الأحمدي. أهلا بكم سيدي. مرحبا بك والمشاهدين. سيد محمد، كيف يمكن قراءة استهداف ميليشيا الحوثي لقاعدة العمد العسكرية؟ هذا الهجوم الدامي اليوم خلال عرض تدريبي لقوات الحكومة الشرعية في قاعدة العند الاستراتيجية جنوب اليمن يعيد الجميع أمام الصورة الواضحة لميليشيا الحوثيين. هذه الجماعة التي لا تحترم أي مساعي للتهدئة أو وقف إطلاق النار. هذا الهجوم جاء بعد يومين فقط من تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، تحدث فيها عن ضرورة وقف إطلاق النار وعن المساعي التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل الانخراط في عملية سياسية شاملة في البلاد. لكن جماعة الحوثيين تؤكد مرة أخرى عزوفها تماما عن أي نية للسلام وإنهاء الحرب واستمرارها بشكل أو بآخر وبوتيرة مستمرة وحسب مقتضيات الوظيفة التي تمارسها هذه الميليشيا، خدمة لمشاريع تضر باليمن وبالمنطقة عموما وبالسلم والأمن الدوليين. فهي شنت اليوم هجومها الصاروخي من حسب بعض المعلومات من مناطق تسيطر عليها على في أطراف محافظة تعز، والهجوم كان بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت الطابور الصباحي التدريبي للقوات. في هذا السياق، معذرة على المقاطعة، بالحديث عن الوسائل المستخدمة، من أين حصلت ميليشيا الحوثي على هذا الحجم من الأسلحة سواء صواريخ أو الطائرات المسيرة لتستهدف نقطة عسكرية مثل هذه القاعدة وتلحق هذا الحجم من الخسائر البشرية؟ طبعا هذا ليس الهجوم الأول الذي يستهدف قاعدة العند في جنوب اليمن، هناك هجوم سابق وكان أكثر دموية أيضا، ويعني قتل فيه قادة كبار في الجيش اليمني بينهم رئيس دائرة الاستخبارات العسكرية ونائب رئيس هيئات الأركان في الجيش اليمني. وهذه الأدوات التي تستخدمها ميليشيا الحوثيين نعرف أنها استولت على مخازن الجيش اليمني خلال اجتياحها للعاصمة صنعاء وللمدن اليمنية وسيطرتها على مخازن الجيش، واستولت على كل مقدرات الجيش اليمني بما في ذلك الصواريخ الباليستية، وأيضا لا تزال تتلقى الدعم والتسليح من طهران بشكل مستمر حسب ما تؤكده حتى تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الذي يؤكد ضلوع طهران باستمرارها في تقديم السلاح لميليشيا الحوثيين للاستمرار في الحرب وقتل اليمنيين على هذا النحو. لكن أيضا دعيني أشير إلى مسألة في غاية الأهمية، هو سوء إدارة المعركة في اليمن خلال السنوات الماضية. أيضا الحكومة الشرعية والتحالف يتحملان المسؤولية إزاء هذا الانكشاف الخطير لمواقع الجيش اليمني وعدم قدرة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على توفير الأدوات والإمكانيات اللازمة للجيش اليمني لتطوير قدراته ولحماية نفسه. ولكن بدلا عن ذلك ذهب التحالف باتجاه حسابات أخرى أضرت بقضية اليمنيين وساهمت في إطالة أمد الصراع وفي تمكين ميليشيا الحوثيين من تطوير قدراتها العسكرية على هذا النحو. وهذا التطوير الذي شهدته ميليشيا الحوثيين بسبب كثير من الإخفاقات أصبح أمرا بالأمن الإقليمي وبمصالح الإقليم والمصالح الدولية. اليوم ميليشيا الحوثيين تهدد خطوط إمدادات التجارة في البحر الأحمر بسبب الأنغام والقوارب المفخخة، وهي تستهدف بشكل مستمر أراضي المملكة العربية السعودية. إذن لابد من إعادة تقييم مسار المعركة طوال السنوات الماضية وحسم هذه المعركة وإسقاط مشروع الحوثيين دوليا. إلى أي مدى ما يزال يمكن
التعويل على الدور الأممي ممثلا بالمبعوث الأممي الجديد إلى اليمن للتوصل إلى حل سياسي؟ مهما يكون من مآخذ على الموقف المجتمع الدولي وعلى الأمم المتحدة، لكن المجتمع الدولي منح الحكومة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية العربية الوقت الكافي لإمكانية حسم هذه المعركة ولاستعادة الدولة اليمنية ولحماية الشعب اليمني وإسقاط مشروع إيران في اليمن المتمثل بميليشيا الحوثيين الإرهابية. لكن الوقت ذهب سدى وأطراف في التحالف في اليمن تحالف لا حتى لا نركز على نقطة واحدة فقط سيد محمد، تحدثنا عن الجانب العسكري اللوجستي ونركز في هذه النقطة من سؤال على الجانب المفاوضات التي كانت بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي والتي توقفت لأسباب ربما تذكرها لنا، وتقول لنا إن كان هناك أفق لحل سياسي ممكن لاحقا. أنا لا أدري ما هي الأسباب، ولا أحد يمكن أن يعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى توقف هذه المفاوضات. كل ما نعرفه أن ميليشيا الحوثيين ليس لديها النية في الانخراط في عملية سلام في اليمن. كما قلت، المجتمع الدولي عليه الكثير من المآخذ. هناك قوى دولية أيضا ضالعة في دعم جماعة الحوثيين، تريد أن تبقى ميليشيا الحوثيين خنجرا في خاصرة العرب في الجزيرة العربية، وتريد توظيف هذه الميليشيا لمصالح معينة. ولكن في المحصلة أيضا لا يمكن التعويل كثيرا على دور المجتمع الدولي في قضية اليمن ولا في أي قضية. بالنسبة لقضايا المنطقة العربية لم يكن للمجتمع الدولي أي دور في إنهاء أو حسم أي قضية عادلة في المنطقة العربية. على الشعب اليمني أن يدرك أنه، والحقيقة أن كثير من اليمنيين باتوا يعني لا يعولون كثيرا على دور المجتمع الدولي، لكن من الأهمية بما كان على النخب اليمنية أن لاستمرار الكفاح من أجل استعادة الدولة اليمنية. نعم. وأن لا تعول كثيرا على مسألة خيارات المفاوضات مع ميليشيا الحوثيين التي تعزف دائما عن هذه المفاوضات وتتنكب للاتفاقات أو تنقص عن الاتفاقات التي يتم إبرامها معها. نعم. وجه آخر من الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي هو القرار الأخير حول إعدام عدد من الناشطات اليمنيات، كيف يمكن قراءة مثل هذا القرار وما الهدف من استهداف النساء اليمنيات بقرار مماثل؟ جماعة الحوثيين جماعة فاشية وذات ثقافة عنصرية واستعلائية، وهي تنظر للمجتمع اليمني عموما في مناطق سيطرته باعتبارهم أعداء ما لم يؤمنوا بما تعتبره حق الولاية والحق الحصري في الحكم، وبالتالي كل ناشط وكل صوت معارض لهذه الميليشيا أو حتى كل صوت كل شخص أو إنسان يشك أنه لا يؤمن أو لا يوافق على ثقافة هذه الميليشيا وعلى سلوكها وممارساتها فهو هدف محتمل لهذه الميليشيا بالقمع والتنكيل والاختطاف والاعتقال. ميليشيا الحوثيين اختطفت العشرات بل المئات بل الآلاف من اليمنيين بمن فيهم النشطاء السياسيين والمدنيين والحقوقيين والصحفيين، وزجت بهم في السجون ومارست بحقهم صنوف التعذيب والتنكيل، ثم استخدمت القضاء كجزء من أدواتها في الحرب على المجتمع. نعرف أن ميليشيا الحوثيين ما تزال تسيطر على العاصمة صنعاء وتحت يدها أو تحت سيطرتها مؤسسات الدولة، المؤسسات المركزية والمحاكم، وبالتالي فهي أنشأت محاكم أو عينت قضاة من عناصر الجماعة الحوثية في العديد من المحاكم، وهؤلاء القضاة عهدت إليهم بمحاكمة الخصوم السياسيين سواء الذين هم خارج مناطق سيطرتها، يعني أصدرت بحقهم أحكاما غيابية بعضهم بالإعدام ومصادرة الممتلكات. وبالتالي هذه الميليشيا بالأساس لديها ثقافة متوارثة في استباحة الدماء المخالفين لها وممتلكاتهم وأموالهم وحقوقهم. شكرا جزيلا لك صحفي محمد الأحمدي، حدثنا عبر خدمة سكايب من مدينة إسطنبول التركية، والمعذرة على المقاطعة لضيق الوقت.